ولما لا يسعني إلا أن أشجع من هذه المبادرات وبالأخص هذا الإنسان اللي كان كيشتغل في هذه المهنة الحقيرة ويعني واللي كانت كتجيب لنا العار وكانت كتشوهنا في العالم كانوا كيهزوا الإعلام سميتو كتشوه هاد النساء اللي كان كيشوف داك المنظر اللي كيوقع تما راه ما غاديش يدوز عليه الناس راه من النساء تقتلوا النساء تعذبوا النساء وقع لهم كوارث كبيرة كما قلت نشجع من هذه المبادرات وطالب بأن نزيدوا في هذه الميزانية هذه باش نشجعوا هذه النساء أكثر وهناك ما دام كنهضروا على التهريب المعيشي هناك طرف آخر كان كيشتغل في هذا التهريب المعيشي وهو كاين رجال وكاين شباب كانوا كيشتغلوا تما حتى هما خصنا نفكروا فيهم راهم جالسين راهم لا عمل ولا حتى شي حاجة هاد الناس هذو راه كيعانيوا في هذه الفترة هذه وهناك طرف آخر ديال العمال الحدوديين اللي كانوا كيشتغلوا في هذه المدينة المحتلة ليبيا والآن راهم جالسين ما عندهم لا عمل ما كيدخلوش ما والو الحدود مبلعة وهاد الناس هذو راهم ما عندهم لا دخل والو خصنا نفكروا في هاد الناس الحدوديين اللي راهم عندنا تما والأخص في فرخانة وبني نصار وبني شكر والناظور وهاد المدن الحدودية وطالب أن نكبروا شوية هذا الصندوق هذا نزيدوا فيه الميزانية ديالو باش يشمل هاد الناس هذو وشكرا على ذلك.